السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. مش كنت عاوز اسأل بس عن سؤالين ان شاء الله. اتفضل. اول سؤال، بيبقى فيه مثلا كتب او روايات الواحد ممكن يشتريها، بس بيبقى حد مثلا صورها وعملها سكانر ونزلت للناس كلها، فلو انا استخدمتها بس في المذاكرة وبعتها لحد محتاجها، بما ان انا لا ترسلها لأحد، خليها لنفسك انت فقط لانها مسروقة. لا انا اقصد انها نزلت على قنوات لناس كتير، مش حد بعتها لنا لوحدي. خلاص، يعني انا يعني انصحك اذا كنت مضطرا اليها خذها لنفسك ولا تساهم في اضرار باحد. بس حتى لو هي نزلت على قنوات كتير، هو يصرفهم، هم يصرفون، انت ليه تهلك نفسك من اجل غيرك؟ يكفيك انك ابتليت.